وكأن تفاصيل يوم القيامة قد بدأت من مدينة دارنا الليبية التي تحولت إلى أنقاض وأطلال يغطيها الطين. أجساد الراحلين تطفو بشكل مفجع فوق مياهها، لا تجد لها مستقراً، فتبدو متراسة فوق الأمواج غاضبة، بينما تحول كل شيء إلى ركام أو بقايا منسورة. الخوف يتصاعد من انهيار سد آخر في مدينة أخرى يرعب سكانها الذين لم يستوعبوا ما حدث. 7 ليال تحمل تفاصيل نهاية العالم في ليبيا. ما يحدث في دارنا، تلك المدينة الليبية المنكوبة، أشبه بمشاهد ليوم القيامة تبكي القلوب. فقد منعت السلطات الليبية المدنيين من دخول المدينة، وذلك بسبب ما حدث فيها، حيث غمرتها الفيضانات من إثر مرور العاصفة دانيال، واختفت معالم المدينة تماماً، ومنعت السلطات الدخول للمدينة حتى تتمكن الفرق من البحث بين أنقاض المباني والطين عن أكثر من 10,000 شخص ما زالوا في عدد المفقودين، وذلك بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 11,300 مفقود حتى الآن. ويواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة دارنا الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الأجساد التي رحلت عن الحياة والتي أعادتها الأمواج لليابسة مرة أخرى، أو طمست تحت الأنقاض بعد أن غمرت الفيضانات المباني، وخلفت الفيضانات مستنقعات طافت في الشوارع وملأت مدينة دارنا، وجعلت شكل المدينة مختلفا تماما، وكأنها أنقاض من الطين وبقايا المنازل. كل من رأى المدينة وصف ما حدث بها بأنه ألغى معالم المدينة تماماً، وأخفى جزءاً كبيراً منها، وقسم شرقها عن غربها، وسحبت المياه مبان إلى البحر، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثيرين. لتفاجأ فرق الإنقاذ بعد ذلك بأن أجساد الضحايا طفت فوق الأمواج في مشهد قيل عنه إنه يمثل نهاية العالم، وأنه محى أجزاء بأكملها من الخريطة، وأظهرت الأقمار الاصطناعية الجزء المسحوب من درنا في البحر والذي يمثل ربع البلدة، وجرفت المياه عائلات كاملة لم تستطع أن تبدي أي رد فعل، وتفاجأت بما حدث، ومن نجوا مما حدث أصبحوا مشردين دون مأوى أو خدمات أو ظروف معيشية مناسبة. فهناك عشرات الآلاف من فقدوا منازلهم، بينما لا يزال الكثيرون في عدد المفقودين. ولم تتوقف الأمور عند ذلك، بل هناك مخاوف حذرت منها غرفة الطوارئ في الهلال الأحمر، فقد حذرت من تصدع وسقوط سد جازا الموجود ببلدة بيرسس شمال شرقي ليبيا، وقد وصل إجمالي أعداد ضحايا السيول إلى أكثر من 5,200 في تلك المنطقة. وإذا سقط هذا السد فستقع البلدة في مشكلة كبيرة، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم ويحجز كمية كبيرة من المياه خلفه. ولاحظ سكان بلدة بيرسس أن المياه فاضت من السد بسبب كثرة الأمطار باتجاه المناطق السكنية، وذلك ساعد في جرف المياه التي وصلت للمباني والسكان في الشوارع.